طب انا عندي موقف تاني مهم قوي. اتفضل. مريض غاضب يدخل الى عياده يسب ويلعن، اوكي، والدكتور قال له هعالجك بسرعه القذف، عالج لك سرعه القذف بجراحه بسيطه. قال له انا هعمل لك عمليه لعلاج سرعه القذف. و المريض داخل بغضب شديد لانه لم يحصل على نتيجه، بل اصيب ب تشويه، فقد فلوس، وبالعكس آلام مبرحة في الحوض. الحكاية دي بتحصل نفس تكملة للسيناريو الأول يا فندم، برضه نفس المرضى بيجوا برضه من عندي، يمكن مش عايز أقول نفس الشخص، اللي هو برضه يقول لك أنا بقطع ما أعرفش منطقة إيه وبعمل عمليات في الحوض. هل في بقطع عملية لسرعة الكلام ده القذف؟ الكلام في عمليات لسرعة القذف، لكن الجمعية الدولية لطب الذكورة قالت أن هذه العمليات فيها الخاصية التالية، أنها وإن كانت مؤثرة بدرجة أعلى من العلاج الدوائي لكنها غير آمنة، لأنها قد تؤدي إلى فقد الإحساس تماما. وبالتالي قالت أن من جرب هذه الطرق في أماكن من العالم فعليه تحمل تبعاتها، لكننا لن نعترف بها كوسيلة علاج. يعني اذا هي ليست عمليه بالظبط معترف بها. ده، معلش اكمل لسعادتك، مش العمليات المقصود بها اللي بيقولي بيها المرضى اللي يقول لك ما اعرفش منطقه دلتا وقصلي للحوض والكلام الفاضي، لا، ده هي عمليه محدده، وهي ان هو بيقوم بتخدير العصب المسؤول عن الاحساس في العضو الذكري، تخديره اما بالكي بالتبريد او بقطع بعض من الشعيرات او الافرع بتاعته. دي العملية اللي بيتكلموا عنها في العالم كله، أما حتة منطقة دلتا دي فده تحشيش لا أساس له من الصحة، ولا يوجد في العالم كله أي مرجع أو أي طبيب يحترم نفسه بيتكلم عن هذه المنطقة، ولا يوجد حاجة اسمها عضلات في منطقة الحوض هي المسؤولة عن القذف، وإن أنا لما بقطعها بيحصل بحسن القذف أو بيتعالج القذف. الكلام ده كلام علميا خاطئ بنسبة 1000000%، لا يوجد له أي مصدر علمي غير هذا الشخص فقط. كمان تجارب المرضى اكدت هذا الكلام. انا بقول لحضرتك لسه المريض مكلمني من مكان عربيه مستاء جدا لان اتعمل له هذا الكلام، وحزين ان هو للاسف اصيب بالضرر ولم يلحق اي نفع من هذه الجراحه. وبيلوم علينا، يعني انتوا يا دكاتره احنا نعمل ايه؟ ما هو احنا مش دكاتره، احنا بنضطر، احنا بنسمع في القنوات بيقول ليس كذا وبيقول هناك كذا. يعني الكونكلوجن النهائي الملخص للدكتور محمد بقاله، لا يوجد عمليه لعلاج سرعه القذف، وانه الكل اللي موجود تجارب حتى طبقا لمنظمه الصحه العالميه او طبقا لجمعيه المسؤوله جمعيه الذكوره العالميه المسؤوله عن انها تقيم العمليات، قالت انه هذه عمليه تجريبيه في بالشكل ده. اما ما يقال لكم من عمليه دلتا ومش دلتا، الكلام ده كله تخريف للاسف. للاسف دي حقيقه، وده اللي بيحصل، وده بيتم للاسف مش عايز اقول لحضرتك بشكل يومي يومي. انا مش عارف الناس تعمل ايه؟ يطلع حد كاتب على نفسه تخصص، انا عمري ما شفت التخصص ده في حياتي، يقول لك ايه انه متخصص في التجميل ومش عارف في ايه وفي ايه وفي العضو الذكري. يعني انا ما فيش حاجه اسمها تجميل، يعني ما فيش كده، ما فيش واحد يجمع بين التجميل والعضو، يعني ما فيش كده. والادهى وامر يا فندم ان المريض بيجي يقول لي لما اجي اشرح له الحقيقه يقول لي يا فندم انا مش عارف نعمل ايه، احنا مش دكاتره، لكن اللي بيقول لي كده بيقول لي ده خبير، انا عايز اعرف كلمه خبير ده. وكلمه خبير، اي انا دايما اقول في الطب اللي يقول عن نفسه هي خبير، دي حلوه في الكوره، خبير في استراتيجي حلو قوي، خبير امني حلو قوي، خبير في الـ الحاجات اللي هي الكوزمتولوجي المواد التجميليه ماشي، لكن ما فيش في الطب كلمه خبير دي خالص. المسميات الطبيه محدوده، من حصل على استشاري بكالوريوس الطب فهو طبيب، من حصل على ماجستير فهو اخصائي، من حصل على دكتوراه فهو استشاري، فهو استشاري. بالاضافه الى القاب الجامعه مدرس مساعد فاستاذ استاذ مساعد وبعدين رئيس قسم. لكن خبير دي ليست معروضه في الطب اطلاقا خالص. يعني واخد ايه؟ ما واخد الماجستير، واخد الماجستير، الدكتوراه واخد الدكتوراه، اما الخبير دي واخد ايه؟ مش عارف، ما اعرفش ايه الشهاده اللي بتدي خبير دي، مش عارف علينا للاسف.